طالعه كتير طيبه، كريسبي من برا من جوا طريه كتير. مرحبا حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. اليوم رح نعمل معكم طبق شهير اسباني شعبي كتير، هو التشوروس. التشوروس تقريبا شكله مثل المشبك السوري، بس ولكن يعني بعجينه مختلفه، طريقه مختلفه، وسهل وطيب وسريع تحضير. خلوكم معنا نشوف الاخير. احب المقادير، انا عندي 240 ميلي من الماء، تقريبا كاسه الا ربع. بالنسبه للطحين 125 جرام، زبده 110، معلقتين من السكر، رشه خفيفه من الملح، 3 بيضات وسكر فانيليا. احب هاي. اول شيء بدنا نضيف الماء، السكر، رشة الملح والزبدة. الزبدة مو ضروري تكون بحرارة المطبخ أو الغرفة، معلش لو كانت من البراد. بدنا نخليهم يغلوا معنا على الغاز. هلا بلشت تدوب منيح معنا الزبدة. احنا بس أول ما تغلي بدنا ننزل الطحين، ما بدنا إياها تغلي كثير. وهلا بلشت تغلي معنا، راح ننزل الطحين دفعة واحدة. بسم الله، نوطي الغاز دغري. بنحركهم لحد ما يصير معنا عجينة، هي نفس عجينة الشو، بتصير تقريبا شبه كلير. بركضوها السكر فانيليا. بنخليها دقيقتين تقريبا، شايفين بلشت تتماسخ معنا. بتنشف معنا شوي، شكلت معنا العجينة تمام، كما شايفين القوام. هلا نتركها لتبرد، بنحركها منيح، نطفي الغاز، نحطها على جنب. بدنا الرقيق، نطلع كل شيء بخار منه. مثل ما شايفين تقريبا 50% بردت معنا. هلا بنبلش ننزل البيض وحده وحده ونتحرك منيح. هاي اول بيضة ننزلها معنا ونتحرك منيح. عندكم كمان عجانة بيمشي الحال، شوفوا الخليط كله بالعجانة. والبيضة بنعصر تمام، هلا بنزل البيضة الثانية. بننزل البيض، بدها شوي شوية عضل تكون فيه عشان التحريك يكون منيح والبيض ما ينطبخ معنا. هذا البيض بتاخده هيك حبايبي، صارت العجينة جاهزة معنا، قوام ممتاز. لنعرف شلون
صارت هي بتوزع علي، صارت هيك تمام. هلا بدنا نعمل صوص الشوكولا. لصوص الشوكولا انا بحتاج نص لتر حليب، البارد اول اشي، بعدين 65 جرام بودرة الشوكولا، انا جايبه من عند التركي، ونشغل الغاز ونحركه. ونخلي هيك حبايبي خلصنا على الصوص. إذا عندكم كمان بدل الشوكولا البودرة شوكولا تشيبس كمان بنشتغل، حليب الشوكولا والزبدة. هلا بنحط هذا على جنب ونحط مقلاية الزيت على النار. هون أحبائي إذا أنتم كمان بدكم تفرزوا الشوروس، أصابع الشوروس، بإمكانكم تحطوها على ورق الزبدة مثل ما شايفين، بعدين تحطوها مدة نص ساعة أو ساعة بالفريزر، وبعدين بتشيلوها من الورق الزبدة وبالكيس مباشرة. هيك حبايبي الزيت هلا جاهز، ننزل بالمقص او بالايد الشكل اللي انتو بتحبوه. نحركه عشان كله يصير لون واحد وروح واحدة، ونزيد مقارن مطبخ وصحن عشان نصفيهم بعدين من الزيت. هلا حبايبي بعد شورس صارت جاهزة، بدنا نشيلها ونحطها على المحارم المطبخ، نصفى من الزيت. هون هلا انا عندي معلقتين سكر كبار، بحتاج لهم معلقه صغيره قرفه، بنحط اصابع الشوربة ونحطهم على الصحن الثلاثي مثل ما شايفين. احبائي انتهت وصفتنا بهالشكل، بتمنى انه كمان تجربوها، وإذا انتم جداد على القناة لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. سلام.
كريسبي، بتحبوا تغطوها بالشوكولا. طيبة كتير عن جد، إذا بتحافظوا على المقادير بتطلع بنفس النتيجة.